خلوني أقول لكم على أنه الكورونا لم تنتهي ولن تنتهي من العالم. لن تنتهي يعني لن تنتهي. صعب جدا يبقى فيه فيروس ينتهي من الوجود. خلاص ده شيء موجود يفضل يتحور مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. شكل التحورات ايه وتؤدي الى ايه؟ هل سرعة الانتشار بتزيد، الفيروس يضعف، سرعة الانتشار تقل، الى اخره. طول ما العلم بالمناسبة بيتقدم وبيخلق لقاحات جديدة او لقاحات اكثر تطورا وادوية جديدة، طول ما الفيروسات هتفضل تتحور. الفيروس عايز ايه؟ ما هو كائن. الكائن ده بيدور على ايه؟ على البقاء. فعلشان يبقى يتحور، يتغير، يغير من صفاته، مش كده؟ طيب المتحور الجديد بقى اللي متفرع من أوميكرون، الله، إيه يعني أوميكرون اللي هو المتحور حصل له كمان هو تحور ابن اللذينة ده؟ أيوة فندم، ابن اللذينة عرف يتحور، بيناور، عايز يعيش. طيب ده بيثير قلق العلماء على مستوى العالم، وبيقولوا إنه انتشاره أسرع تقريبا مرة ونصف، مرة ونصف، اسمه BA.2. يعني إيه بقى الكلام ده؟ طبعا أنا ما أعرفش، فهنا لازم أسأل دكتور سماح علي لطفي، أستاذ الفيروسات والمناعة بالمعهد القومي للأورام وأستاذ الفيروسات بمركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية. أهلا بيك يا دكتور سماح. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف، سعيدة أن أنا ببقى معاك والله. يعني أنا ببقى أسعد والله، أنا أحب حديث العلم جدا قد عينيا يعني. الله يخليك. وبحاول جداً. فأتمنى يكون الشرح اللي أنا قلته ما كانش شرح مخل، مجرد شرح بسيط يوصل للعامة. هنفهم من حضرتك بقى بالعلم يعني إيه متحور طلع في الأوميكرون، اشرح لنا أكتر. أشكرك طبعا، هو كلامك بالظبط يعني مظبوط وبسيط، وأنا برضو هحاول أن أنا أقول برضو كلام بسيط يقدر المستمع والمشاهد يقدر يعني يقرب مننا. هو زي ما قلت ده فيروس، ومهم أنه يبقى يحافظ مع ظهور اللقاحات والأجسام المضادة والعلاجات، هو مهم برضو أن يحافظ على وجوده. يعني واضح كده، من الواضح لينا ان فيروسات كورونا بقى ليها قدرة هائلة، مش بس انها تستمر لكن كمان بتطلع متحورات، ومش بس كمان كده، المتحورات نفسها عمالة تفاجئنا بأعدادها الكتيرة وخصائصها البيولوجية. يعني ايه أوميكرون؟ من ساعة ما طلع احنا وصلنا دلوقتي يمكن 90 مليون حالة من بداية الإبلاغ وظهوره من 10 أسابيع، بقى يمثل يمكن 66% من حالات كورونا، وما دام في انتشار يبقى في متحورات. ونقدر نقول علشان كده بنقول الأهمية بتاعت الجرعة الثالثة، لأن اللي هو بيقدر يراوغ واضح كده من ظهوره وانتشاره الفظيع اللي احنا شايفينه دلوقتي، انه قدر يراوغ الأجسام المضادة اللي طلعت نتيجة للإصابة أو نتيجة للتطعيمات. ولذلك هنا في مهم الجرعة الثالثة، علشان لقوا ان ممكن يحد من 75% من الناس اللي بياخدوا الجرعة الثالثة ممكن تحد من المتحور الجديد. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه بقينا حاجة اسمها بقى عائلة أوميكرون، يعني بقى عندنا أوميكرون الوالد طالع منه، مش هقول لك BA1 BA2 لا BA3 كمان، طلع لنا BA1 اللي هو الأكثر انتشارا عن دلتا، بيوصل معدله من 2.7 لحد 3.7 مرة. بيشترك مع عائلة أوميكرون في 20 طفرة. BA.2 بتشترك لي في 27 طفرة. BA.3 بتشترك في 13 طفرة، بس فيها طفرة واحدة يونيك، أو بنقول عليها فريدة من نوعها. الطفرة اللي هي BA.2 فيها 10 طفرات فريدة من نوعها، BA.1 فيها 13 طفرة. طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ لحد دلوقتي الناس خايفة والعلماء والباحثين خايفين إن وجود الطفرات دي تغير من خصائص الفيروس البيولوجية. يعني إيه هتغير من خصائص فيروس بيولوجية؟ عندنا ثلاث حاجات بنخاف منهم. إنه يبقى أكثر انتشاراً طبعاً، وإن هو يقدر يفتك بالجهاز المناعي ويراوغ الأجسام المضادة، فما تبقاش اللقاحات فعال.
لكن لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، لقوا ان بي اي بوينت 2 اللي هو بقى سائد في ثلاث بلاد، الدنمارك وصل نسبته 98% والفلبين ونيبال، وله حضور طفيف في بريطانيا وامريكا والهند. لكن على رغم انتشاره ده، يعني احنا وصلنا مثلا النهارده بي اي بوينت 2 وصلنا 10,800 حاله، لكن هو ما زال بنفس الاعراض. يعني ما فيش حاجه زياده، ما فيش حاجه زياده نقدر نقولها في بي اي 2 عن بي اي بوينت 1، غير حاجه واحده ممكن نقولها بس بسيطه خالص، انه حاجه طلع اسمه اوميكرون الخفي، ستيلز بالانجلش، او مايكرون الخفي. يعني ايه كلمه اوميكرون الخفي ده؟ يعني هو ما بنقدرش وجوده بالتحاليل بتاعت البي سي ار، ما بنقدرش نفرق بين اذا كان موجود هو او الدلتا اللي موجود. لكن الاوميكرون بي اي بوينت 1 طلع ان في 2 جين بيظهروا في التحليل، فبيقدروا يفرقوا، يقولوا خلاص يبقى ده اوميكرون او ده دلتا، لان هو 2 جين بس. لكن في الخفي ده اللي هو بي اي بوينت 2 ده، ما بيظهر الثلاث جينات عامل زي الدلتا بالظبط، فبيقدروش يفرقوا بتحليل البي سي ار. عشان كده سموه الخفي او اوميكرون الخفي، شبح. طب ستيلث بالظبط كده، الشبح دي المعلومات التجميعه السريعه اللي موجوده قدامي يعني في المقالات. طب دكتور سماح، هل عدد الطفرات في الفيروس لما بيقل معناها انه الفيروس يصبح اضعف في مواجهه الجهاز المناعي؟ مش هنقدر نقول كده قوي. يعني مش شرط، الحقيقة هو مش شرط سواء وجود الطفرة أو عدم، لأنه هو ممكن تبقى الطفرة تخليه أقوى إنه يصيب الخلية البشرية. ودي بقى المشكلة، ما دام صاب الخلية البشرية خلاص هيعمل إصابة. ممكن تبقى الطفرة ما تخليهوش يمسك قوي في المستقبل الموجود على الخلية البشرية فما يصيبش، فبرضه مش شرط. يعني سواء وجود الطفرة أو عدم وجودها شرط إن يبقى فيه أكتر انتشارا، الحقيقة هو مش شرط. طيب عندي سؤال برضو، وما هوش فيه أي فزلكة، هو بس من كتر ما أنا قعدت قريت على الفيروس بتاع دلتا ده من ساعة ما ظهر، اللي أنا فاهمه إنه دلتا، مش بس دلتا يعني كورونا، لما بيدخل الجسم بيقدر يعمل لنفسه استنساخ ويعمل نفسه دوبليكيشن مستمر. هل الطفرات الجديدة أو المتحورات الجديدة عندها نفس القدرة على استنساخ ذواتها ولا أقل؟ لا عندها برضو، ما هو أصل هو الفيروس مش هيطلع بره الخلية إلا لو عمل استنساخ لنفسه. وهي بقى دي ميزة العلاجات اللي طالعة جديدة اللي سمعت عنها. أيوه، العلاجات بقى هي ايه؟ كانه بيعمل حاجه شبيهه للحمض النووي، فالفيروس يتلخبط. بدل ما ياخد الحمض النووي اللي عايز يكتر نفسه بيه، يروح واخد الدواء. هو دي نفس الميكانيزم او اليه عمل الادويه، يعني اللي هي الحديثه اللي طالعه دي، ودي اللعبه يعني من ضمن الاليه العمل. ده كلام مهم جدا. فلكن احنا بالنسبه للكشراسه، عشان الناس يعني تطمن، لحد دلوقتي ما فيش حاجه بتبين ان عندك متحور، هو مجرد متحور دلوقتي طالع في طفرات مختلفه. قد ايه بقى، لاي مدى هيكون ليها تاثير؟ لسه ما زالت الدراسات مستمره. والله بيني وبينك يا فندم، انا مش عايز الناس تطمن بصراحه، يعني والله بتكلم بجد. يعني انا بتابع تقريبا بشكل يومي عدد الناس اللي بيتم ضبطهم من قبل وزاره الداخليه. العدد كبير، الناس مكبره دماغها، ولا تباعد اجتماعي ولا كمامه ولا يحزنون. فلا انا مش عايزهم بصراحه يطمنوا، انا عايزهم يفضلوا قلقانين يروحوا لو سم يعني يعني والله لازم ياخدوا بالهم، لازم ياخدوا اللقاحات، لازم ياخدوا الجرعه التعزيزيه بتاعتهم. أيوة الى اخره. أيوة، انا بشكرك جدا يا دكتور. والله جدا جدا بشكرك جدا يا دكتوره، كل الشكر ليكي دكتور سماح علي لطفي، استاذ الفيروسات والمناعه بالمعهد القومي للاورام، واستاذ الفيروسات بمركز النانو تكنولوجي بالجامعه البريطانيه. يا جماعه انا بتكلم بجد والله، اصل انا كل يوم بتابع عدد الضبطيات اللي بتقوم بيها الداخليه المصريه للناس اللي مش ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه. يا جماعه ما ينفعش، والله ما ينفع. أنا مش عارف، والناس بطلت تخاف على نفسها؟
طب مش خايف على نفسك؟ طب مش خايف على مراتك، ولادك، ابوك، امك، اختك، صاحبك الانتيم؟ مش خايف على البنت اللي بتحبها؟ طيب طب انت مش خايف على الولد اللي بتحبيه؟ طيب يعني ما هو مش كده. تبقى انت واقف كده وعايز بقى تقول كلمتين لطاف وبتاع، وفجاه اتشي بالسلامه كده، باظت خالص على راي وجز. طيب